افتقر طلاب وطالبات كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ عددا من المشروعات الذكية في عدة مجالات، ومن بين تلك المشروعات مشروع الصيدلية الذكية ومشروع نظام الزراعة الذكي ومشروع المصعد الذكية. كما صمم طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ نظارة نور الذكية، والتي تم تصميمها للمكفوفين باللغة العربية لمساعدتهم على العيش بحياة أفضل. وكذلك نفذوا مشروع صوت صامتين، والذي يعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليساعد في التواصل مع الصم، حيث يقوم المشروع بترجمة لغة الإشارة إلى نص. واحنا بنحتفل هذا الشهر بتخريج الدفعة الأولى من كلية الذكاء الاصطناعي. الكلية طبعا اللي بيرجع الفضل في إنشائها لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018 لتوفير وظائف المستقبل، وأهمها وظائف الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، باعتبار أن العشر سنين القادمة حجم الماركت العالمي 25% منه هيكون لمتخصصين في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. يمكن حضراتكم شفتوا النهاردة المشروعات التخرج لطلاب وطالبات كلية الذكاء الاصطناعي، يعني ما شاء الله مشروعات واعدة كلها بتلبي احتياجات المجتمع ووظائف المستقبل وسوق العمل. ده مشروع الصيدلية الذكية، المفروض بيبقى ابلكيشن على الموبايل وعلى الجهاز اللوحي الموجود في الصيدلية اصلا، والمفروض بيختار اسم الدواء من على الابلكيشن دوت، فالجهاز الروبوت على طول بيروح يجيب الدواء من مكانه ويوديه، سواء لو الصيدلي مثلا موجود في صيدليه فهو كده بيوفر على الصيدلي وقت ومجهود ان هو يروح يجيب الدواء من مكانه. الصيدليه المفروض ان هي متطبق فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي. المفروض فكره عمل المشروع ان بيبقى فيه مجموعه من الارفف موجوده في الصيدليه، وعن طريق ابلكيشن معين بندخل اسم الدواء للمريض او الصيدلي محتاجه، وبالتالي بيقدر عن طريق ويندو منفذ معين يطلع اسم يطلع الدواء اللي تم طلبه، بالتالي بيقدر الصيدلي يقدمه للمريض بشكل في اقل عدد من التلامس البشري. نسبه الخطا في المشروع ده تكاد تكون معدومه، لان الموضوع كله معتمد على الروبوت نفسه. المشروع بيقدر يعمل كلاسيفيكيشن للنبات هل هو ناضج او فيه مرض. فكره المشروع ان هو بيبدا يلف في الارض الزراعيه او الصوب المجهزه للروبوت، يبدا يدور فيها ويشوف هل النبات ناضج ولا لا، ويبدا فيه كمان حاطين فيه سنسورات وهو متعدد الاستخدام. السنسورات بتبدا تقيس الحراره والرطوبه الخاصه بالصوب الزراعيه. المشروع بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن مرشد سياحي ذكي. الهدف منه ان السائح مثلا بيجي من بره بيكون كل همه يكون معاه حد يرشده على الاماكن السياحيه، يرشده يقول له مين الملك ده، ايه الكلام المكتوب على الحيطان ده، عشان يبقى الرحله بتاعته ممتعه. فاحنا عملنا النضاره دي عشان تسهل عليه، بدل ما يبقى معاه هيومن لا هيبقى معاه الماشين دي بس، النضاره دي بس هتقدر تسهل عليه كل حاجه، من حيث ان هو هيبقى ماشي شايف كل تمثال، عارف ايه هو التمثال ده، مجرد بس ما يحط عينيه على التمثال هيعرف مين هو التمثال ده، ويعرف كمان المكتوب على الحيطان من نقوش. بما ان اللغه الهيروغليفيه لغه صعبه جدا ومش اي حد يقدر يترجمها غير لو كان هيومن، مفيش الات كتير قدرت تترجم اللغه الهيروغليفيه، فاحنا قدرنا نترجمها. فمجرد ما هو هيلبس النظاره هيقدر يقرا النقوش.